السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم راح يكون درسنا كيف نحافظ على الشتلات بعد أن تنهي الفترة الزمنية المحددة في صينيات التشتيل. الملاحظ أنه عندنا هنا عدة نباتات في صينيات التشتيل ووصلت إلى تقريبا عمر شهر كامل. يفترض أنه تبدأ يعني تنمو بشكل أكبر لأنها انتهت يعني من مرحلة 30 يوم، لكن الموقع اللي هي موجودة فيه في صينية التشتيل هو موقع محدود، ما تستطيع الجذور أن تتحرك. الأمر الآخر، الشتلة راح تصبح تفقد الماء بكمية يعني بسرعة وتحتاج إلى ري دائم، وهذه مشكلة. لذلك إذا كنت يعني تعمل في بيع الشتلات ووصلت عندك إلى عمر معين، فيفترض أنه أنت تعمل لها عملية النقل المؤقت بحيث أنه تحافظ على الشتلة سليمة. يعني إحنا شايفين الشتلات الآن هنا بدأت تتأثر، تلاحظون الانحناء الحاصل، أيضا هذه ممتدة مع الأرض مباشرة. يعني إحنا ممكن نطلع الشتلة هذه ونشوف كيف شكلها، واضح شايفين شكل الشتلة كيف. هذا الشكل يعني لا تستطيع أن تبيع الشتلة إذا كنت تبيع الشتلات، أو أيضا إذا أردت أن تنقلها للزراعة المائية لا يفضل أن تنقل وهي بهذا الشكل، لابد أن تعالج وتصبح مستقيمة زي الشتلة اللي موجودة هنا. طيب أنا كيف راح أقوم بالعملية هذه؟ بإذن الله سبحانه وتعالى تعلم أنا وإياكم هذه الطريقة. في البداية راح نحضر يعني مجموعة من الصيصات بالشكل هذا، طبعا تكون مغسولة ونظيفة. راح ناخذ شوية بيرلايت، هذا كيس البيرلايت، تمام، تقريبا ربع الكمية بيرلايت بهذا الشكل. ايضا التعقيم للشتلات بمبيد فطري هو جيد، ولكن ليس على كل حال. يعني بعض الاحيان يكون الشتلات باذن الله جيدة. راح ناخذ شتلة مثل الشتلة هذه، احنا طلعناها الان، تلاحظون انه بادي عندها بعض مشاكل اعفان الجذور والتلون، لكن باذن الله راح تستقيم مستقبلا لانها راح تجد يعني ماء وراح تجد غذاء جيد. وضعناها بهذا الشكل، راح نغطيها فقط المنطقة القرص هذه هي اللي راح تغطى بالبيرلايت. راح اضع لها الان بيرلايت. وليش اخترت البيرلايت؟ عشان تبقى رطبة قدر الامكان. الان بدأت اضع عليها بيرلايت بهذا الشكل، تمام، دفنت القرص بشكل كامل، واضح الان اصبحت مدفونة كاملة. راح اسحبها هنا على الجنب وراح ابدأ اضع عليها الان الحجر البركاني علشان ما يطلع عندي الطحالب الخضراء او التعفنات اللي دائما تحدث على البيرلايت. الامر الثاني، اصبح انه اي ماء يسكب او سماد او اي شيء راح يتشرب البيرلايت، والشتلة راح ترتوي بشكل جيد. ايضا تستطيع ان تتمدد الجذور داخل البيرلايت بكل يسر وسهولة. وضعنا الحجر البركاني الآن. بعد ما وضعنا الحجر البركاني أصبحت شتلتنا جاهزة. بالطريقة هذه أنا راح أضم الشتلة هذه مع المجموعة اللي هنا، تمام، وأيضا راح أبدأ أرويها. بالإمكان تستخدم معها أي أسمدة كيميائية، المحاليل عالي النيتروجين، ممكن تستخدم معها محلول كوبرا، يارا، زرع، زروع، نبتة، أي محلول لا مانع. أيضا تستطيع أن تستخدم بعض الأسمدة العضوية على حسب ما ترى أنت، يعني الأمر فيه سعة. كذلك مسألة تقويم، يعني بعض الشتلات مثل هذه ربما فيها شوية ميول، ممكن نضيف لها عود شواء هنا ونربطها فيه بحيث انها تتقوم. الان هذه الشتلات اللي موجودة امامكم راح ارويها مثلا الان، لن ارويها مرة اخرى
إلا بعد 24 ساعة تقريبا. هذه راح أرويها في اليوم مرتين أو ثلاث، لأن الجذور أصبحت يعني كبيرة، أيضا تحتاج إلى ماء مستمر، النبات يحتاج أن ينمو وهو في مرحلة الفتوة والشباب الآن، يحتاج إلى نمو خضري عالي جدا. ما راح يتحقق له هذا الأمر وهو في صينيات التشتيل، لذلك راح يبدأ يظهر عندك بعض الأعراض، بعض الأمراض، تعفنات في الجذور، في الأوراق، مشاكل الحشرات. راح تجد بيئة جيدة لأن النبات غير قادر على المقاومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وبإذن الله كل فائدة جديدة نزودكم بها.